ومع خلاصة الجزء 27 ويبدأ من الآية 31 من سورة الذاريات إلى نهاية سورة الحديد. في بداية هذا الجزء ذكر الله سبحانه وتعالى الأقوام السابقة وكيف أهلكهم الله لما كذبوا الرسل، فذكر قوم لوط وذكر فرعون وجنوده وذكر عاد وذكر ثمود وذكر قوم نوح. وفي هذا تعريض بالمشركين بأنهم إن لم يستجيبوا لأمر الله سبحانه وتعالى فإن مصيرهم سيكون كمصير الأمم السابقة. ففروا إلى الله، الخوف من الله يقتضي الفرار إليه سبحانه وتعالى بالعمل الصالح وليس الفرار منه. ما بال هذه الأمم، كل ما يأتيهم رسول كذبوه، كل ما يأتيهم رسول قالوا أنه ساحر أو مجنون، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. هنا استفهام استنكاري أتواصوا به، هل كل أمة توصل التي بعدها أن يكذب الرسل؟ أبدا، لأنهم لم يدركوا بعضهم بعضا. فما هو الجواب؟ قال الله سبحانه وتعالى أتواصوا به بل هم قوم طاغون. في المقابل قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. إذا الإنسان نفعته الذكرى والموعظة فهذا يدل على قوة إيمانه، والعكس بالعكس. ثم قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أعظم الآيات، آية توضح الغاية من خلق الجن والإنس. الآن البشرية ضائعة ما يعرفون لماذا مخلوقين، ونحن نجد الجواب في آية واحدة، فهل حققت هذه الغاية يا عبد الله؟ وبعد سورة الذاريات تأتي سورة الطور، والطور هو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. بدأت هذه السورة بكلمة والطور، قسم، خمسة قسم على ماذا؟ إن عذاب ربك لواقع، تهديد للكفار بأن عذاب الله تعالى مدركهم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ثم ذكرت الآيات العذاب الذي ينتظر الكفار، ثم قال إن المتقين في جنات ونعيم، ثم جاء ذكر النعيم الذي ينتظر المتقين. ومما يكرم الله تعالى به أهل الإيمان قال تعالى والذين آمنوا واتبعتم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، بمعنى أن الله تعالى يجمع الآباء والأجداد والأبناء من أهل الإيمان في مكان واحد في الجنة. طيب لو كانوا في الجنة على مراتب، فإن الله تعالى يلحق الذي في الأدنى وليس في الجنة دنيء يلحقهم بمن هو في أعلى الجنة، يجمعهم في مكان واحد إكراما لهم وحتى تتم فرحتهم. يا رب كرمك وفضلك ورحمتك. ثم تواصل آيات ذكر بعض نعيم أهل الجنة حتى جاءت بعض أقوال أهل الجنة، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. في الجنة يتذكر أهل الإيمان كيف كانوا في الدنيا يدعون الله سبحانه وتعالى أن يقيهم عذاب السموم، وكانت سيدتنا عائشة رضي الله عنها عندما تقرأ هذه الآيات تبكي وتبكي وتبكي. أم يقولون شاعر، أم تأمرهم أحلامهم، أم يقولون تقوله، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات، أم عندهم خزائن ربك، أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يسمعون فيه، أم لهم البنات ولهم البنون، أم تسألهم أجرا، أم عندهم الغيب، أم يريدون كيدا، أم لهم إله غير الله. 15 استفهام متعاقب، هذه الاستفهامات تهز الإنسان هزا، تنقله من حال إلى حال وترغمه على التفكير في الحال والمآل. هذه الاستفهامات لما سمع جبير ابن مطعم وكان مشركا تأثر وقال كاد قلبي أن يطير. واصبر لحكم ربك وسبح بحمد ربك، ختمت سورة الطور بالأمر بالصبر والأمر بالتسبيح، فما نصيبك منهما. وبعد الطور أتت سورة النجم، وبدأت هذه السورة بتزكية النبي عليه الصلاة والسلام وإثبات عصمته، وأن القرآن وحي من عند الله تعالى، إن هو إلا وحي يوحى بواسطة جبريل، والإشارة إلى أن من لم يتبع الهدى فسيتبع الهوى. ثم ذكر الله تعالى آلهات المشركين، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أخبروني هل هذه الأصنام والأوثان تنفع أو تضر؟ يا لسفاهة عقولكم. ثم قال الله تعالى ألكم الذكر وله الأنثى، تنسبون لأنفسكم الذكر الذي تحبون وتنسبون لله تعالى الأنثى
التي تكرهونها. ثم تكلم الله تعالى عن الشفاعة وذكر أنها لا تقع إلا بشرطين: الأول إذن الله تعالى للشافع، والثاني رضا الله تعالى عن المشفوع له. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. تقسيم الذنوب إلى كبائر وإلى صغائر، اللمم أي الصغائر، وهنا النهي عن تزكية النفس فلا تزكوا أنفسكم، وهنا خطورة التقول على الله تعالى بغير علم، عنده علم الغيب فهو يرى. وفي خاتمة سورة النجم أتى ذكر عاد وثمود وقوم نوح والمؤتفكة قرى قوم لوط لتذكير المشركين بما حل بالأمم المشركة قبلهم، وإنذارهم بحادثة تحل بهم قريبا: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وهي يوم القيامة. وبعد النجم أتت سورة القمر، وقد بدأت بإنذار المشركين باقتراب الساعة وبما سيلقونه حين البعث من الشدائد: اقتربت الساعة وانشق القمر. يا جماعة والله بداية قوية قوية قوية. ثم ذكر الله تعالى الأمم السابقة كيف أنزل الله تعالى عليهم عقوبته لما كذبوا المرسلين، فذكر قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون. ومع ذلك اختار كفار مكة التكذيب، فأتى هذا الاستفهام: أكفاركم خير من أولئكم؟ هل كفار مكة خير من الكفار السابقين الذين دمرهم الله سبحانه وتعالى؟ أم لكم براءة في الزبر؟ أم عندكم براءة من الله تعالى في الكتب السابقة؟ ثم قال الله: سيهزم الجمع ويولون الدبر. سيهزم جمع كفار مكة ويولون أدبارهم أمام المؤمنين، وقد حصل هذا بالفعل في غزوة بدر، وكان هذا من إخبار الله تعالى بالغيب قبل حصوله، مما يثبت أن القرآن كلام الله. لقد تكرر في سورة القمر قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر. القرآن سهل ميسر للحفظ، للقراءة، للتعاطف، للذكر، لكن المشكلة تكمن في تكملة الآية: فهل من مدكر؟ وبعد القمر تأتي سورة الرحمن. يا الله على هذه السورة، يكفي أن هذه السورة تحمل اسم من أسماء الله تعالى التي تدل على رحمته. هذه السورة تعلمنا وتحدثنا عن آلاء الله الباهرة وآثار رحمته الظاهرة في الدنيا والآخرة. سورة الرحمن ترغبنا في الإيمان وتحذر الإنسان من الكفران. هذه السورة جاء في بعض الأثر أنها تسمى بعروس القرآن. سورة الرحمن تحدثت عن نعم الله سبحانه وتعالى، وبدأت بأعظم نعمة: علم القرآن. فما نصيبك من هذا القرآن قراءة وتدبرا وعملا؟ وبعدها كان الحديث عن أحداث الساعة: يرسل عليكم شواظ من نار. وبعده بيان مصير المجرمين: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. وبعدها كان الحديث عن نعيم أهل الجنة: ولمن خاف مقام ربه جنتان. جاء وصف نعيم الجنان ما فيها: فالموفق من جد في العمل لسكناها برحمة الله تعالى. وبعد سورة الرحمن أتت سورة الواقعة، واستهلال مخيف في أول السورة: إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا. يا الله، تخويف العباد بيوم القيامة. ثم ذكر الله تعالى أصناف الناس في ذلك اليوم: أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون، مع جزاء كل صنف. أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله، فالله تعالى قادر على سلبها متى شاء. وفي ختام السورة وصف لحظات الموت: فلولا إذا بلغت الحلقوم. ثم جاء ذكر أصناف الناس الثلاثة الذين بدأت بهم السورة. وبعدها سورة الحديد، والتي بدأت بوصف عظمة الله سبحانه وتعالى وسعة علمه وكمال قدرته. وثمرة وصف الله تعالى بالعظمة الإيمان به والإنفاق في سبيله، ومن فعل ذلك وهبه الله تعالى نورا يمشي به في الدنيا ويضيء له في عرصات يوم القيامة. ولذلك تكرر في هذه السورة ذكر الإيمان والإنفاق والنور. إيمانك، صدقتك، أعمالك الصالحة تكون يوم القيامة نور
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، هنا يأتي المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم. هذه الآيات تحتاج إلى قراءة بتدبر. بعد أن ذكر الله تعالى هذه المشاهد من عرصات يوم القيامة، يوما يبشر الله تعالى المؤمنين بشراكم اليوم جنات، ويذل الله تعالى المنافقين مأواكم النار، تأتي هذه الآية لتخاطب قلوب المؤمنين. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ ألم يحن الوقت أن تخشع وتؤوب وتتوب؟ في هذه الآية بيان حقيقة الدنيا وأنها مجرد متاع، ثم أتت الدعوة للمسابقة للمغفرة والجنة، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فمنه يصنع السلاح وفيه منافع للناس في صناعاتهم وحرفهم. في نهاية السورة ذكر الله تعالى جملة من الأنبياء وأمرنا بالاهتداء بهم، فمنهم مهتد، في المقابل حذرنا من الابتداع ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، فعلى المؤمن الاتباع وترك الابتداع. في ختام السورة أتى ذكر النور، ويجعل لكم نورا تمشون به، فمن لم ينل النور في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح فلن يجد النور في عرصات يوم القيامة. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. نسأل الله تعالى أن يهدينا إلى نور الحق.